أهلا بأصدقائي، اليوم موضوعنا عن بيوتنا، فبيتنا جميل ونحن لازم أيضا نحافظ على جماله. فكيف نحافظ على جماله؟ من خلال تنسيقنا الورود اللي تكون يوميا موجودة على طاولتنا تفرح قلبنا، ومن بعدين كيف إنه ننتبه على القطنيات الموجودة عندنا بالبيت، من مناشف من شراشف اللي تمتاز فيها الغرف النوم والحمامات اللي هي ضرورية جدا، ومن بعدين أيضا عندنا طريقة صحية وبسيطة لتنظيف بيتنا ويكون دائماً منور وفرحانين فيه. فهذه هي حلقتنا اليوم. هسه رح أوريكم كيف إنه ننسق الورود بصورة جميلة وبسيطة اللي تداوم عندنا على الطاولة دائماً. في هذه المزهرية حستعمل هالورد اللي هو الهيدرينجيا، وحيكون بهالشكل. وبعدين عندي واحدة ثانية اللي راح استعملها وراح تكون في هذا الشكل. بعدين أخذ لون أبيض بس حتى أعطي نوع من الرونق، فأصبح عندي هذا الشكل من الزهور. هذه أول مزهرية اللي عملتها، حخليها على الطاولة اللي أنا دائماً أجلس بقربها. بعدين عندي مزهرية ثانية اللي هي حلقتها تكون عريضة، مثلاً أخذ هذه الوردة وبعدين أخذ لون الأخضر اللي هو يمشي معها، فأخليه بهذا الشكل وبعدين أكمل بهالتناسق. دائماً أحاول أدورها حتى تصبح عندي كاملة. أحط واحدة روز أخرى هون، يصبح عندي هذا الشكل اللي هي جميلة جداً، بس أحطها في المزهرية. فهذه هي طريقتي اللي ممكن تشوفوها من كل الجوانب تكون حلوة وإلها رونق. من المفضل خصوصاً في أيام الحارة دائماً أنبخها قطرة مي، لأنه يحب إنه يرتاح صحياً. واحدة رح أخليها على الطاولة هونيكي، وبعدين أرتب الطاولة. جمعت بعض الحاجات اللي رح أخليها هون وهنا. هذه الزهور أنا أحب دائماً تكون في هالزاوية حتى ما تكون بالنص وتحجب الناس إن يحكوا مع بعضهم. وعندي كتب هون نشيلها نحطها على هذه الطاولة. وهذه هي طريقتنا في تزيين الطاولة. كلنا نحب إنه تكون شراشفنا ومناشفنا حلوة وأكيد يعني مرتبة. أنا عندي طريقة اللي ممكن نفريكم إياها تسهل عليكم الأمور، إنه تكون دائماً حلوة ومطوية بشكل منسق ومرتب وما ياخذ من عندكم كل وقت. فهذه هي طريقتنا. حب أعلمكم إنه كيف تكووا الشراشف. هي طبعاً شراشف كبيرة. أول شيء حتى نطويه دائماً ناخذ الزوايا، نعمله نصين، صفحة على صفحة تصير عندنا نص، وبعدين نرجع هذه تصير نصين، ونضعها بهذا الشكل، فأصبح عندنا الشكل هذا. الآن طويناها وأصبحت مرتبة. نبدأ بالكوي، نكوي صفحة ونرجع نقلبها ونطوي صفحة الثانية إلى أن تصبح عندنا قطعة صغيرة، وتصبح عندنا شراشف نظيفة ومرتبة وتأخذ مساحة صغيرة جداً في خزاناتنا. فهذه هي الطريقة في الكوي. عندنا غطا لطاولة، إذا خلطنا ملعقة كبيرة من النشا مع كوب ماء، هذا فيما إذا حبيتوا تنشوه بالنشا ينفتح كله ويصير الغطا جميل. هذه هي المكان اللي كويناه واللي صار بشكل جميل. Thank you.
راح أتكلم اليوم عن المواد التنظيف اللي هي بدون مواد كيميائية اللي نصنعها نحن من أشياء طبيعية عنا بالبيت. إذا خلطنا كوب من الخل الأبيض مع نفس الكمية من الليمون الحامض فيصبح عندنا سائل لتنظيف المرايات وتنظيف القزاز أو الشبابيك. عندنا هذه المراية ممكن نمسحها بالليمون والخل وتصبح عندنا نظيفة، فهذه هي المراية. أيضاً عندنا بيكربونات الصوديوم مع صابون الغسيل الصحون، نخلطهم مع بعض نفس الكمية. هذا المعجون نقدر نغسل فيه الحمامات، هي من ناحية البانيو والتواليت وكل الشيء اللي بالحمام السيراميك كله ممكن تنظيفه بصورة جيدة جداً. أما إذا حبينا ننظف الأدوات اللي في المطبخ مثل الفرن أو المغاسل الستينلس ستيل، البراد الستينلس ستيل، نخلي كمية من الماء وكمية من بيكربونات الصوديوم يصبح عندنا أيضاً سائل، وبهذا السائل ننظف فيه كل الأدوات المطبخ. أما من ناحية ترتيب الصحون ما تتكسر من الحوافي، إذا فضل عندكم من الصحون اللي تستعملوها اللي هي ريسايكلين تستعملوها بالصحن ببطن الصحن وترجعوا تخلوا بالصحن الثاني. ممكن تستعملون جريدة عندكم تقصقصوها بشكل يعني مثلاً مستطيل، أيضاً ما ينضر الصحن. إذا حبينا نغلف الصحون فبعد ما نحطها بهذا الشكل بس نغلفها بصورة حلوة. هذه هي الطرق اللي نحافظ على صحوننا بالبيت، وأيضاً هذه هي الطرق اللي علمناكم عليها للتنظيف. ياهو!